قام متطوعو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية بتعبئة عشرة ألاف صندوق للمواد الغذائية ضمن مبادرة كتف في كتف والتي أطلق التحالف في ست عشرة محافظة يأتي ذلك فيما اكتذبت عمليات التعبئة والتوزيع عددا كبيرا من الشباب للتطوع في إطار المبادرة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك أطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مبادرة كتف في كتف في ستة عشرة محافظة على مستوى الجمهورية حيث تشمل الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات ففي محافظة الإسماعيلية قام متطوعو التحالف بتعبئة عشرة ألاف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف وذلك باحد نوادي المحافظه على ضفاف بحيره التمساح احنا النهارده جايين جمعية رسالة جايين ب 10000 كرتونة هنعبيهم عشان نوزعهم على الفئة الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني قوام الكرتونة فيها سكر فيها رز فيها مكرونة عدس لوبيا فول فيها سمنة فيها ملح كمان جايين النهارده بطن من اللحوم 1000 كيلو عاملين معرض ملابس للفئة الأولى بالرعاية عمليات تعبئه وتوزيع المساعدات ساهمت في جذب الكثير من المتطوعين من الشباب بالاسماعيليه وذلك بالتوازي مع توزيع كميات كبيره من اللحوم على الاهالي الاكثر احتياجا. النهارده عندنا حفله للاطفال ل 500 طفل ومعرض ملابس ل 500 اسره وهنعبي ان شاء الله التارجت بتاع النهارده 10000 كرتونه مبادره كتف في كتف الاكبر في اطار الحمايه الاجتماعيه في مصر تستهدف نقل نموذج جديد للتكافل بين ابناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الاكثر احتياجا في اوقات يعاني فيها العالم ازمات اقتصاديه متفاقمه